قبل ما تدخلي كنت عماله اوصف فيكي واتغزل، وبعدين قلت عينيها العسلي، بس انا قلت لا تكون مش عسلي، مش عينك عسلي؟ بلا صح كده مظبوط؟ صح مظبوط. اصل في لحظه كده قلت يمكن اكون غلطت ولا لا حاجه. لا بيضيعوا على الاضاءه وكل مره بيبانوا بلون شكل، يعني هم عسلي. صح. انت دلوقتي مقيمه في القاهره؟ صح. وانت جارتي يا منى؟ والله ده من حسن حظي. وانت جارتي؟ بس عايزه اقول للناس انه منى جارتي، يعني انا لما اول ما افتح باب البيت بلاقي باب منى في وشي، فشوفوا احلى جاره عندي، انا محظوظه بمصر. بالعكس محظوظه. احنا لقينا البيت اللي جنبنا بيتوضب وبيتجهز، قلنا مين يا جماعه؟ وبعدين لقينا التجهيز ايه، حلو شويه يعني، وبعدين حلو اكتر، وانا يا جماعه مين اللي هيسكن؟ ما كانوش عارفين انه كارول. احلى جيره. ميرسي حبيبتي. دلوقتي انت استقريتي بحكم تغير الصفه الاجتماعيه في البطاقه الشخصيه. انت متزوجه؟ صح. من مصري ومضطره ولا مختاره انك تعيشي في مصر يا كارول؟ لا مش مضطره ابدا. لا كان خيار صراحه، بس بالنسبه لي وجودي بمصر كان بالنسبه لي متوازي للبنان. يعني أنا صدقيني ما في عندي فرق بين لبنان وبين مصر، ولا مرة حسيت بغربة بمصر، ولحديد اليوم أنا سلي رح يصير لي سنة عايشة في مصر ما حسستنيش بغربة نهائياً فعلاً. أنت كنت أصلاً بتيجي كتير، يعني حفلات وتسجيل وأصحاب وكده، إنما دلوقتي الإقامة، مقر الإقامة القاهرة. صح. انا كنت بالجيم، وده يعني مثل اي فنان انا كثير شغل بالقاهره، حفلات استوديو، بس الحياه بالقاهره لا مختلفه. اللي عايز فعلا يتعرف على القاهره وعلى مصر وعلى اهل مصر لازم يعيش فيها مزبوط، لانه في ميزه بهذا البلد ما كنت انا ابدا متوقعه اني انا حاتعلق بهالبلد. لا عم بحكي صراحه مش عم بحكي مجامله، في تعلق صار غريب بمصر. لما بنزل على لبنان بشتاق لمصر، ولما بيجي على مصر بشتاق للبنان، بس بحس حالي ببيتي. يعني ما عن جد بحس حالي ببيتي، بيتي اهلي. اول ما بتوصلي على مطار مصر الناس بتضحك، في مرح، في بسمه، صباح الخير، اي استاذ ازيك، كله هيك دايما، يعني مش معقول، دايما في ابتسامه، دايما في هزار. يعني مره مثلا، يعني كنت مره ما بعرف اذا بالمطار من شي سنتين ثلاثه قبل ما اتجوز، ومريت في بتاع الكنترول المطار اللي بيصفر، فانا ما كانش هو عايزني اني امر، لكن انا لانه منضبطه زي كل الناس مريت. قال لي صفر. قال لي ده بيرحب بيكي. فمش معقول، يعني ده الشعب المصري. افكروا للجهاز اللي هتعدي منه هيزغرط، مش ده بيصفر بيجي، ده يعني مش معقول. اللي وصل مصر يشوف الضحكة في وشوش حلوة حلوة وبشوشة، اللي وصل مصر يدوب في ترابها ويقصد بابها بالورد مفروشة، اللي يوصل مصر يشوف الضحكة في وشوش حلوة حلوة وبشوشة، اللي يوصل مصر يدوب في ترابها ويقصد بابها بالورد مفروشة. بس انت ساعة ما اخدتي قرار الجواز قلتي لازم في حتة صغيرة من تركيزي في شغلي هتقل؟ هو اللي صار العكس. لا والله. والله العظيم، يعني حتى كل الناس وحتى صحفيين ناس بيقولوا يا 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 كارول ما هديتي من وقت ما تجوزتي. عادة الست لما بتتجوز شوي بتلتهي بالبيت بالهيدا، بتختفي، خاصة الفنانة دغري بحسوها انه تغيرت، حتى غابت فجأة. انا مثل كأنه صار معي ردة فعل، خفت منى. أنا مش متعودة إني أقعد، بحب الشغل، مش بس الفن، يعني بعيداً عن الفن، أنا حتى لو كنت بأي مهنة تاني بالعالم، خلقت لأشتغل، لأكون productive، منتجة، يعني أنتج حاجة في الدنيا، ما أقدرش أصحى ما يكون عندي هدف في اليوم. حتى قبل ما تشتغلي في الفن والغنى وكده، أنتِ برضو حياتك كانت دايماً مليانة ومليانة حاجات مهمة. بحب الشغل، بحب دايماً يكون في شغلي عم بحضر، يعني عند على طول عم بخطط، على طول عم بحضر، بس بنفس الوقت لما بيجي على البيت
ما بحب اظهر من البيت، ما بخرجش من البيت ابدا، بيتوتية وبحب البيت وبحب اقعد انا وليد، وبحب اذا بدنا نروح نكون مع بعض لوحدينا. طبعا ما بعرف فكره مع الاولاد الامور كثير رح تتغير. هي صور فرحك اللي غرقت الانترنت من سنه تقريبا، الناس كلها كانت كتير. قال لك ايه كارول اسمها عامله فرح على الضيق، ماشي على الضيق بقى، احنا عندنا على الضيق ده يبقى في بيتهم يعني في بيت الناس. قال لك على الضيق في اليونان في جزيره مش عارفه ايه كان شويه هيك لحالنا بتعرفي، لانه تاجل كذا مره الفرح صراحه. بتعرفوا واحد بيصير عنده وسواس براسه انه لا في حاجه غلط، تاجل مرتين يعني لا في حاجه غلط، ثالث مره مش لازم نقول لحد، فصارت مثل بطريقه اذا بدك مش سريه يعني، فضلنا ما عدنا نعمل شيء كبير وتجوزنا على الريق. وعلى فكره تعالوا المصري، المثل المصري داري على شمعتك اكيد، انما جه في بالك كده يعني مثلا من 10 15 سنه قلتي يا كارول شكلك كده هتتجوزي واحد مش لبناني؟ كنت متاكده هتجوز حد اجنبي بس مش عربي، كنت متاكده اقول انا اكيد مش هتجوز حد عربي، انا اكيد مش هيكون لبناني ولا هيكون عربي، متاكده هيكون اجنبي واثقه يعني. ليه ما اعرفش، كنت هيك يعني دايما كان عندي خوف من الرجل الشرقي، بحبه للرجل الشرقي بيعجبني، عنده صفات مميزه جدا، وبنفس الوقت كان عندي خوف خاصه تجاه مهنتي، حبه للاستملاك، انانيته، بس اكتشفت انه ما حدا فهمني غير الرجل الشرقي، يعني انا في من جوا شرقيه، مره شرقيه، قد ايه عندي طريقه تفكير يمكن منفتحه ببعض الافكار بامور معينه، بس انا من جوا مره كلني عاطفه وكلني بحب الشعب العربي، بحب الشعب العربي، ولقيت انه انا منيح اني تجوزت شخص عربي ومصري، وعن جد هذا انتمائي وهيدا حقيقتي. وقد ايه واحد بيهرب يعني بفتره من الفترات، بس فوت على الجامعه ومتعلم بيجينا افكار جديده ونصير عندنا ثوره براسنا وتمرد، تمرد على حاجات كتير، بس لما بترجعي على الاصل من جوا بتلاقي انه لا في جذور ما فيك تتخطيها. حاسه كده في نبره صوتك ان في قرار مش بس استقرار زوجي، لا استقرار كمان روحي ونفسي. يعني انت بتتكلمي على فتره فاتت من بعد التخرج، فكره الثوره، ومعظمنا يعني ده السن ده بيبقى فيه تمرد، بيبقى فيه إيه، انت خلاص مش عايزه تتمردي، خلاص عايزه تحتوي الدنيا والدنيا تحتويكي. بتمرد لسه، بتمرد بشغلي، باغنياتي، بالخيار كلماتي، بالمواضيع، مثلا مثل مؤخرا بالبومي كتبت اغنيه حخونك مثلا. في ناس انصدمت انه شو هالوقاحه يعني انه اقول حخونك، حخونك وحنزل دموع من عيونك باخر البوم احساس، بس باخر الاغنيه برجع بقول لا انا مش حخونك، انا بس نفسي اشوف دمعه من عيونك عشان تحس بالوجع اللي ممكن اي ست تحسه. انت اللي كتبت كلمات هاخونك. فالتمرد ده ما اقدرش الغيه من شخصيتي. الاغنيه دي ما اتصورتش صح؟ لا. وعملت على كتير على اليوتيوب اكتر من 3 مليون مشاهده. ايوه بس هيدي وحده، في كذا يعني في كذا حد عملها. لا دي وحده ما تصور، 3 مليون مستمع. ايه صح. وما تصورتيهاش ليه؟ كنت رح صورها، كان في مشروع صورها، بس حسيت شو الكليب يعني، الكلام اوريدي قوي والموضوع درامي جدا، انه اذا حاعمل قصه ونفري نوري مره رجل عم بيخون مره ومره عم بتخون رجل، حسيت رح يسخف من قيمه الكلام وقيمه الموضوع، حسيت انه هالاغنيه وصلت من غير ما تتصور، فخفت انه الكليب ينزل منها ما يضيف لها. طيب خلينا نسمع الاغنيه دي اللي كتبتها او الفتها كارول سماحه من غير فيديو كليب، احنا بس حطينا صور لكارول سماحه عشان يبقى بس في معدل بصري على الاقل، واحنا بنسمع الاغنيه اللي تخطت مرات الاستماع لها 3 مليون مره. حط نفسك يوم مكاني عشان تحس اللي كواني اللي هزت لي كاني فعذابي حفكر حشغل بالك في ثواني وحرم قلبك حناني يلي هزت لي كاني في معاني حدمرك حخونك حنزل دموعي
حبها حرمة. أنا كده مفروضة كده تقول أنا هكتب أغنية وهخونك و وكده 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 وكده. لا يبقى عايزه تصلي لايه؟ لا كنت واخده مقلب جامد جدا. لا الاغنيه طبعا بتعرفي يعني كلنا بنمرق ب بي بي حالات عاطفيه بيفشل فيها الانسان يعني. وطبعا انا مثلي مثل اي انسان بيمرق بحالات عاطفيه بيفشل. ف هيدي نابعه من فشل من احس يعني من حاله حب او من حالات عده حالات حب تراكمت وخلتني اوصل اني اكتب هالموضوع. قلت له ايه بقى وهدمرك ايه؟ من الحب هحرمك وهدمرك ومن البعد كمان هدمرك. في اغنيه طويله جدا مقدمتها الموسيقيه اكتر من نص ساعه لام كلثوم وحطت موسيقاها محمد عبد الوهاب. كارول اختارت جزء صغير من المقدمة الموسيقية، يعني مش المقدمة الموسيقية كلها، لا أخذت مثلاً بتاع 3 دقايق وعملت عليهم أغنية مستقلة بذاتها. الموضوع ده حدوتة تتحكي. ممكن يكون في ناس حسوا أنه ده نوع من الاقتراء على أغنية لسيدة الغناء وموسيقار الأجيال. وفي ناس قالت ده قمة الذكاء، الست دي لقت تيمة ناجحة وما أنكرتش أصل الأغنية وبتقول أكيد إن أخذنا حقوق وألفت عليها كلام جديد. احكي لي ده وهتغني لنا الجزء ده. اللي صار بأغنية توحشاني بلاديك، نحن اخذنا البارت الموسيقي، احنا ما اخذنا الشق اللي بتغني ام كلثوم، اخذنا البارت الموسيقي المقدمه الموسيقيه. ما انت اخذتي حته من المقدمه مش المقدمه كلها صح. يعني قصقصناها هي 16 دقيقه هي 16 دقيقه المقدمه يا زلمه، ناخذها كلها 16 دقيقه، قصينا منها عملنا 4 دقائق ونص. وفكرت انا قلت ما راح اعمل موضوع عاطفي لانه طبعا المصريين راح يقوموا علي انه ليه عم نحط موضوع غرام وام كلثوم غنت احلى كلام عليها. فقلت احمد شفيق كامل فقلت يا بدنا نلاقي خط جديد هويه جديده ناخذها الدايركشن اتجاه جديد يا اما مش حنعملها. فتكلمت مع الشاعر محمد جمعه وعملنا وحشاني بلادي، والنتيجه يعني انت شفتيها طلعت صارت خلص يعني اخذت هويه بصمه صارت مختلفه بتفكرك بحاجات كتير ببلدك وحاجات وطنيه. لا وبرده في نصاحه في الموضوع، نصاحه ذكاوه، انتوا اخذتوا تيمه وعبد الوهاب الله يرحمه كان شاطر في الحته دي، كان يطربك ويعني يطرب المستمع ويرقصه صح. يعني دايما بنلاقيه كتير يا منى بالايام دي، هو عبد الوهاب كان عبقري في ده صح. نلاقي حد يعني يطربك يكون في طرب بالموسيقى وبنفس الوقت ترقص ودومتك وكل حاجه. ايه سامعيني يا استاذ. وحشاني الدنيا في بلدي عايزة أروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة لليلة حب كمان، ولاقيني بقرب لي ابني بلدي بحب عني وسنين وانا مش عارفه انسى وما حسيت بامان. وحشاني الدنيا في بلدي عايزه اروح بلدي وافتكر اللي كان، وحشاني اللمة الحلوة واللي اللمة بيعزف غنوة لليلة حب كمان، ولاقيني بقرب لي ابني بلدي بحب عني وسنين وانا مش عارفة انساه وما حسيت بأمان. ترى انا عارفه انك هتفهميني صح، يحسب ليكي الذكاء في الجزء ده، بس لازم نشيد بالعمل الاصلي اللي ممكن جزء منه يعمل عمل جديد. يعني كمان احنا قدام جيل عمالقه مظبوط، يعني لما اغنيه يبقى فيها مقدمه موسيقيه واغنيه لام كلثوم فيها كام كوبليه والمقدمه ممكن تبقى اغنيه تانية والوصله تبقى، يعني تحس انك قدام حاجه عمل اكبر بكثير من ان احنا نقول ايه اغنيه ليله حب. ايه مزبوط فهمت عليكي، يعني هي بدها مش هيك. انا بلاقي انه بها بهالاغنيه كانت فعلا كثير عندي خوف، اشتغلتها بخوف باتقان، يعني ما كنت انا اخذت معي 6 شهور لاخذ قرار اني اعملها. ما كنتش عايزه انه ايه كارول جددت حاجه لعبد الوهاب انه ايه لذيذه، لا كنت عارفه يا بدها تاخذ بصمه يا مش عايزه حتى الكليب ساعدها. مطربه وفنانه استعراضيه
ومهتمة بشغلها. هل صحيح ان انت كنت بطبعك متمردة زيادة عن اللزوم وانت صغيرة يا كارول؟ كتير. ولأي درجة؟ يعني احكي لي كده حاجات دلوقتي انت تقولي ازاي انا عملت كده. كان عندي تمرد هذا الشيء بطبعي بشخصيتي. بالمدرسة كان في تمرد، بالبيت مع اهلي ازاي تمرد. كل تمرد تقولي ازاي، اديني مثال عليه. يعني انا كنت صار في نقاش طويل عريض مع اهلي لما خلصت جامعة، كنت عايزة خلص عايزة استقل، انه اخذ بيت لوحدي وكذا، وصار في مشكل بالبيت انه لا شو بدك تروحي تاخذي بيت لحالك. عمي ده ما بيعني اذا واحد بده ياخذ بيت لحاله يعني حيعمل شيء عاطل او حيعمل شيء سيء، بس عندنا بمجتمعاتنا مش كثير مقبوله هالفكره. فايه كنت واجه اهلي، مش انه يي اذا قلت هيك للبابا بابا ما بيخليني. لا بابا كان حدا قاسي، مش قاسي في حوار، مش قاسي انه مش عنيف، مش قاسي يعني صارم. فمش مستاهل انه تجي تقولي له بدي اعمل ايه يلا روح اعملي. لا كان في نقاش، اي ساعه برجع اي ساعه بروح، ليه تاخرتي ليه كذا. بابا كان عنده اياه هذا الشيء. كنت واجهه يقول لي مثلا، انا اقول له مثلا انا بالجامعه بابا عندنا البروجكت تبعنا انه كتبت تلميذه مسرح رح نتاخر لثلاثة أربعة الصبح. ليه بديك تتاخري بابا؟ ليه عم تسال؟ المفروض يكون عندك سقفيه، عندي بروجي وما تسالني تفاصيل. ده انت نوع الابناء اللي بيجننوا اهاليهم يعني. خلص هيك انا مثق فيي، انت لازم توثق فيي. لا عندي تمام، بواجه اهلي ما بكذب، بدي اعمل بقول لهم ايه بالوجه. بالمدرسه كنت ما اقبل الظلم، اذا في تلميذ انظلم دافع عنه، حتى لو بدي اضرب تلميذ ثاني دافع عن ايه، لو بدي اضرب تلميذ ثاني اذا حسيت حدا انظلم. ما كنت اقبل شوف حدا عم ينظلم قدامي. دائما كان عندي باللاوعي تبعي انه انا يوم ما بدي اكون حدا مهم بالمجتمع، بدي اعمل شيء مهم بالمجتمع، وبدي انتبه حافظ على شخصيتي من انا وصغيره. وما كنت اعرف شو، ما كنت اعرف انه شهره او فن او بدي غني او مش هيدي مش الشهره، بس كنت دائما عندي حفاظ. وانا بلاقي دائما انه سمعه الانسان هي الشغله الوحيده اللي ما فيه يسترجعها. بعد الفاصل راجعين. ثانك يو. منتشر حفلة فول سولد اوت، مني كليشيه ما بقدر اكون كليشيه. اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما عرفنا. بصي بقى احنا عشان نكمل الشيزوفرينيا، اسوأ سبع سنين في حياتي اول ما عرفوا انه كارلوس معها معانا لبست ابيض. قصده الحياه